الاكتشافات والعلوم. مرحبا بك في عالم الغد فوتوريس. الرجال الآليون كالشخصيات المألوفة في أفلام الخيال العلمي، ينتظر منها أن تصبح قريبا جزءا مفيدا من حياتنا اليومية. لكن قبل أن تتحول هذه الآلات إلى مساعدين ومرافقين لنا، عليها أن تتضمن فهما للبيئة البشرية وأن تتعلم التعاطي مع أكثر الأشياء دقة والعناية بها. This is ICAP. ICAP is a humanoid roboter. هذا هو ICAP. إنه رجل آلي طورته مجموعة علماء أوروبيين. إنه بحجم طفل يمكن استخدامه لدراسة المهمات المعرفية. في هذا الرجل الآلي زرعنا أجهزة استشعار حسية في يديه وأصابعه واختبرناها. الرجل الآلي سيتناول كوبا هشا جدا من البلاستيك، يمكن تلفه بسهولة، لكن مع هذا النوع من الأحاسيس سيتمكن من تناوله بدقة. مع البشرة الاصطناعية الحديثة يمكن للرجل الآلي أن يقيس ويعدل ضغط يديه، كما يمكن للآيكاب أن يضغط بقوة لتلف كوب من البلاستيك إن احتاج الأمر. منذ زمن تم استخدام الرجال الآليين في المجال الصناعي، حيث التعاطي مع الإنسان ليس مهمة صعبة. اليوم نعتقد أنه حان الوقت لإيجاد رجل آلي يمكنه التفاعل مع الإنسان بمختلف الأعمال، وحيث لكل منهما دوره المهم كالقيام بالأعمال المنزلية أو حتى في العلاج الصحي. تطوير بشرة للرجال الآليين عمل أساسي لمراقبة تفاعله مع محيطه ومع الإنسان، كما إنه مهم لتأمين السلامة في عمله. هذا يفترض أيضاً أن يشعر الرجل الآلي بأنه تم لمسه، فكيف ينبغي أن يرد بشكل ودي أو عدائي؟ الباحثون في جامعة هيرتفورتشاير في بريطانيا حاولوا الإجابة على هذا السؤال، ووجدوا أنه من الممكن أن يساعد هذا الرجل الآلي في علاج مرض التوحد. جاسبار رجل آلي بحجم طفل له الحد الأدنى من التعبير، أي أنه تم تصميمه خصيصا للتفاعل مع الإنسان وتحديدا في ميدان اللعب. فالفكرة كانت من أجل صناعة رجل آلي يحث الإنسان على اللعب معه تماما كالطفل. لمعالجة مرض التوحد مثلا، كيف يمكن استخدام رجل آلي من أجل تصميم الألعاب والأحاديث وأن يتفاعل مع الطفل؟ يساعد في بعض العلاجات الصحية كتعليم الأطفال عن طريق التفاعل الحسي. هذه كانت النقطة الرئيسية في مشروع روبوسكين. يعتقد العلماء أن الأولاد الذين يشكون من التوحد يجب أن يشعروا بالأمان مع دمية كرجل آلي. ردود فعله المتوقعة ستشكل معرفة فضلة لكيفية التواصل بين الأفراد. نريد من كاسبر أن يشجع أو يحبط سلوكيات الأولاد عبر ملامساته. كما ترون، حين يدغدغه الولد تأتي ردة فعله إيجابية، وحين يكون معه قاسيا يقول أوتش، إنك تؤلمني، شيء من هذا القبيل غير مشجع للولد. ردود الفعل التي تظهر كأنها طبيعية عند اللمس تثيرها بقع من البشرة الاصطناعية وضعت تحت قناع وثياب كاسبار. تم إيصال أجهزة الاستشعار اللينة هذه بالكمبيوتر الذي يقوم بتحليل عمليات الضغط ويترجمها بحركات. على كل بقعة لدينا 72 نقطة للإحساس، وحين تلمسها يمكنك رؤية عملية الضغط على الشاشة. إن ضغطت بقوة سترى كثافة اللون الأحمر، وإن أزحت يدك فلا ترى شيئا لأنه ليس هناك من ضغط.
كيف ينبغي أن يكون الرجل الآلي الذي يشبه الإنسان بمظهره وسلوكه وأحاسيسه أن يكون مقبولاً اجتماعياً؟ هذا موضوع مثير للجدل يحتاج للبحث. يتنبأ العديد بأن للرجال الآليين مستقبلاً واعداً، لهذا يجب دراسة التفاعل مع هذه الآلات، لأنك ما لا تريده هو عرضها في الأسواق قبل اختبارها مع الإنسان أو خلال تصميمها. فلا أحد يسأل الناس ماذا يريدون وكيف يمكن للرجل الآلي أن يؤدي بعض المهام. لهذا من المهم جداً دراسة العلاقة بين الإنسان والرجل الآلي قبل انتشار هذه الآلات ووصول الملايين منها إلى المنازل وميادين العمل. يتم توفير قدرات آيكاب وكاسبار بواسطة أجهزة الاستشعار الحسية، إحدى تقنيات الضغط يتم تجربتها في مشروع روبوسكين. هذه مجموعة من القدرات الحسية تعمل تماما كالشاشة الحسية الموجودة في الهواتف الخلوية هذه الأيام، لكن الفرق هنا هو أن هذه البشرة تحتاج لليونة تماما كهذه، أي يجب أن تصنع من مواد لينة. عناصر الاستشعار المثلثة الشكل والمطورة في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة يمكن إلصاقها على مجمل جسم الرجل الآلي. لقد تم تغطيتها بالسيليكون وتقيس المجسات التغييرات التي تطرأ على سماكة السيليكون نتيجة الضغط. فكرة اللمس مفيدة وتتخذ أهمية أكبر حين تكون مترافقة مع أحاسيس أخرى كالنظر، فاللعب بالكرة يحتاج للتنسيق بين العينين واليدين، وهكذا يتمكن الرجل الآلي من اللعب. هذا الرجل الآلي يستخدم المعلومات المتعلقة بلون وشكل الشيء، إذن يمكنه تمييز الكرة فيقدر مكانها وحجمها. مع هذه المعلومة يستطيع تحديد المسافة ليدير يده. في هذه التجربة نستخدم المعلومات الحسية لتحديد متى يجب إيقاف الإصبع ومتى يجب الإمساك بالكرة. هذا سلوك سهل بالنسبة لنا، لكنه معقد جدا بالنسبة للرجل الآلي. البشرة الاصطناعية ليست كبشرة الإنسان الطبيعية بقدراتها المتعددة، لكن العناصر الإلكترونية يمكنها أن توفر للرجل الآلي بعضاً من الإحساس البشري باللمس. في نهاية المطاف يمكنها أن تجعل منه أكثر سهولة وأماناً، فيمكنه الانضمام إلينا في عالمنا المتغير أبداً.